لو جينا حكينا لكم كده حكاية، بس الحكاية دي حكيناها من سنتين ورا تحديدا، وقلنا لكم إن في جائحة هتهاجم العالم ككل ومصر هتقدر اللي هي تنتصر على هذه الجائحة بفضل طبعا ربنا ثم التخطيط والإدارة الحكيمة وأيضا كفاءة الكادر الطبي. ساعتها الناس هتشكك للأسف، لأن يمكن دي هي الآفة لدى الغالبية العظمى من الشعب المصري، وهتقول اللي انت بتقوله ده أسطورة من الأساطير. لكن احنا دلوقتي أمام حقيقة، أمام مسلمات. الدولة المصرية قدرت اللي هي تتعامل مع جائحة فيروس كورونا بحرفية شديدة، وقدرت اللي هي تثبت ان اللي حصل من المنظومة الطبية كان يعني بمثابة معجزة حقيقية. علشان كده عاوزين نسأل إزاي قدرت مصر تتعامل مع جائحة كورونا؟ إزاي كنا شايفين أهمية الجرعات التنشيطية خصوصا لكبار السن وأصحاب الأزمات وأصحاب الأمراض المزمنة كمان؟ أسئلة كتيرة في الحقيقة يمكن بتدور في فلك يعني كل من ينظر للمشهد أو الصورة. علشان النهاردة إحنا قصة النجاح اللي بنتكلم عليها، الحمد لله ربنا يديمها نعمة، هذه القصة يعني في كتير بيستفيد منها. إيه اللي حصل؟ هو ده اللي هنعرفه من الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. يعني صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا أستاذ أحمد، إزاي حضرتك؟ يعني دكتور، حضراتكم يعني بفضل القيادة الحكيمة وبفضل التخطيط قدرتم ان انتوا تسطروا قصة من قصص النجاح، يمكن البطل الحقيقي فيها هو الكادر الطبي تحديدا. إزاي قدرت مصر تتعامل مع جائحة كورونا؟ والله يا أستاذ أحمد، هي دي حقيقة، وإحنا يمكن رصدنا كثيرا وكلمنا عن التجربة المصرية في التعامل مع أزمة كورونا. صحيح. وعايز أقول لحضرتك، هو دي هي دي مصر. عندما يكون هناك قضية قومية تمس البلد كلها، بيحصل حالة استنفار شديدة جدا، والناس بتتحمس وتعمل، ونتمنى ان هذا الاستنفار وهذا الحماس يستمر في كل المجالات ان شاء الله. الحقيقه هي ازمه كورونا والتعامل معها، كل محاورها الحقيقه كانت توحي بان الحمد لله، وزي ما قلت حضرتك كده، بتوفيق من ربنا، والحقيقه دعم كبير جدا وتخطيط ومسانده ومن سياده الرئيس والحكومه، وكل الدوله تكاتفت انها تقوم بمقاومات يعني الاداء للتغلب على هذه الازمه. صحيح. المحاور بتاعتها بتشمل الاتي: المحور الاول، انت حطيت احتماليه لهذه الازمه، وبدانا نستعد من قبل ما تيجي اول حاله او ترصد اول حاله للكورونا في مصر. عملت استعداد بالامكانيات الماديه، بتوفير كل المقاومات المطلوبة من أجهزة ومعدات، مستشفيات، أماكن عزل، سواء الأماكن الحكومية أو توفيرها في مراكز أخرى زي المدن الجامعية ومراكز الشباب إلى آخره. ثم الكوادر الطبية التي تملك فعلا حقيقة خبرة كبيرة جدا في التعامل مع مثل هذا النوع من الأزمات. وحطيت المستشفيات وعلى رأسها مستشفيات الصدر. صحيح. ومستشفيات الحميات بكل قواها، سواء التجهيزية أو المؤسسية أو القوى البشرية. ثم الحقيقة الكوادر الطبية زي ما حضرتك قلت تعاملت بخبرة وحماس وأداء متميز. دكتور، إيه أصعب التحديات؟ ايه اصعب التحديات اللي كانت موجوده؟ هل الشائعات اللي كانت دايما بتطارد الكوادر الطبيه، ولا كانت ايه التحديات الكبيره اللي امامكم؟ والله اول تحدي يا فندم، في الاول كان في حاله ذعر من الوباء، ذعر شديد جدا، وكان لما حد يسمع في مكان ما ان في مريض اصيب بكورونا، كان بيتجمع عده مئات من المنطقه اللي فيها الكورونا ويذهبوا الى احدى المستشفيات للتاكد ان هم ما جالهمش اصابه. صحيح. او للتدخل لحمايتهم من احتماليه الاصابه بهذا المرض. ولما كان بيصاب مريض، الحقيقه الناس كان في ذعر شديد جدا وخوف وقلق، وكان جزء كبير من القصه ان احنا نحاول نطمئن الناس، سواء المخالطين او المصابين، بان سوف يتعامل معهم وسوف باذن الله هيعبروا هذه الأزمة.
كانت فكرة اللي نقص كان الوعي. بيحصل. وبعدين حصل تدفق شديد جدا على مراكز العلاج والمستشفيات، وطبعا ربنا الحمد لله كان من ضمن كرمه ان كان في نسبة كبيرة من الحالات حالات بسيطة. طبعا في الاول سنتك تفتكر كنا بنعزل كل الحالات، يعني صحيح. كل المصابين حتى او الاشتباه المخالطين كان بيتم عزلهم. وبعدين لما الموضوع زاد بقى طبعا في نوع من الاختيار للحالات اللي هي في حاجة الى مراكز طبية او مستشفيات لتلقي العلاج. نعم. طيب دكتور، خليني يعني واحنا مقبلين الحمد لله احنا سطرنا نجاح، لكن احنا في بداية فصل الشتاء، ومع فصل الشتاء يعني بتزداد نقول الإصابة بالبرد العادي حتى. هل احنا امام موجات جديدة من فيروس كورونا قد تحدث؟ وازاي اللي انا اتأكد ان اللي جالي ده برد مش كورونا؟ شوف سيادتك، هو فيروس كورونا، خلي بالك سيادتك، فيروس كورونا ده موجود، يعني في فيروس كورونا اصلا من ضمن انواع الفيروسات التنفسيه التي تصيب الجهاز التنفسي. نعم. وعشان كده لو تفتكر حضرتك الفيروس كورونا الجديد ده سموه فيروس كورونا المستجد، لانه يعني فصيله جديده او سلاله جديده من انواع فيروسات كورونا. صحيح. وطبعا في انفلونزا الموسميه وفي انواع اخرى من فيروسات الجهاز التنفسي، وعشان كده بنسميها انفلونزا لايك إلفيس، يعني كل ما يشابه الاصابه بالانفلونزا. نعم. وطبعا في المرحله الاخيره كان الاصابات بفيروس كورونا كانت كلها بسيطه او بسيطه الا متوسطه. صحيح. وتعاني من اعراض تشابه كثيرا جدا الاصابه بالانفلونزا. فهو في بعض الاحيان خصوصا في الحالات البسيطه جدا بيبقى فيه صعب التفرقه بين هل دي نتيجه للانفلونزا الموسميه او زكام عادي او او فيروس كورونا. لكن اللي عايز اقوله سيادتك ان الثلاثه يشابهوا بعض في الاعراض، وعشان كده والثلاثه معديين، يعني بمعنى ان اللي بيصاب واحد فيهم ممكن يعدي البشر زي التاني. لا. طبعا ليس في خطوره فيروس كورونا لكن مشابه. وعشان كده يجب، وما زال فيروس كورونا صحيح الحمد لله الحاله في مصر مستقره تماما والاصابات قليله جدا وبسيطه، انما خلينا نقول ان فيروس كورونا على المستوى العالمي ما زال وباء عالمي. صحيح. يعني وبالتالي يتطلب اللي احنا يعني نستمر في اتخاذ الحيطه والاجراءات الاحترازيه. يعني انا بعتذر لحضرتك يا دكتور محمد، لكن موجز الاخبار، فيعني بنشكر حضرتك على وجودك معنا، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه.